محطتنا الأخيرة عن الإبداع السوري اللي ما توقف طوال سنين الحرب على سوريا، فقد أطلقت الكاتبة السورية ياسمين الإدلبي أول أعمالها حنين الياسمين، وهو عبارة عن خواطر في 7 فصول. الإضاءة أكثر على هذا العمل معنا بالاستديو الكاتبة ياسمين الإدلبي. يسعد صباحك. صباحك نور. يسعد صباحك نساء. صباح الخير ياسمين. عفوا ياسمين صح تمام. أنا لأنه فكرت حنين، لا حنين هو الكتاب. حنين ياسمين. تمام ياسمين، خلينا الأول نحكي عن كتابك، عن شو بيحكي، شو حبيت تحطي فيه لهالكتاب؟ هلأ الكتاب هو عبارة عن قصص صايرة، تختصر مجموعة قصص صايرة يعني من ضمن المحيط، صايرة معي شخصيا، من ضمن الجو العام اللي صاير بسوريا. وهو عبارة عن 7 فصول بيضم هدول القصص، وكلياتها واقعية، يعني إنه ما في شيء إنه فكرت فيه تخيلته. يعني قصص من الواقع حدثت وكانت أصبحت موجودة بكتابك. خلينا نحكي، يمكن تناولتي دمشق عاصمة الياسمين بعيون العشاق، خلينا نحكي هل تناولتيها في ظل سنوات الحرب على سوريا؟ أي تناولت. كيف كان التناول؟ ليه بزمن؟ لأنه بظل هالأزمة صار في كتير افترقوا، سواء حدا استشهد، سواء حدا سافر، سواء انتقلوا من محافظة لمحافظة، فكان في موضوع الافراق، موضوع غربة وطن، انه في عينين المغترب، شلون اللي سافر وهاجر وما عاد قدر يرجع شلون بيشوف سوريا من بعيد. يعني الكتابة كانت على شكل خواطر، فينا نقول هي شو كان بيخطر على بالك كنتي تمام من وحي الموجود قدامي. تمام. قديش بتحسي انه اليوم على الكاتب السوري في مسؤولية بتوثيق الحرب، ان كان المشاعر يلي عم يعيش السوريين، ان كان الاحداث يلي عم بيمر فيها، وكيف لازم يكون هذا التوثيق برأيك؟ هلأ كل مين ممكن يوثق بطريقته، بس هو التوثيق مثل ما قلتي لازم لحتى العالم تقدر تشوف. هلأ العالم كتير بتقرأ سواء بسوريا أو برا، فاللي عم يشوفوه بالإعلام هو كتير معظمه كله غلط، فمن خلال القراية ممكن يشوفوا شيء، سواء بالرأي الإيجابي أو السلبي ممكن يشوفوا الشيء الواقع اللي عم يصير. يمكن شيء هيك مشاعر حقيقية معاشة بتختلف عن الأخبار نوريا اللي بنقراها نحن كل يوم، وهي بتكون بعيدة عن الإنسان بشكل عام. في أكيد في حب بسوريا رغم كل ظروف الحرب، العالم عم تحاول تعيش حياتها بكل تفاصيل. عم نقول في عشاء حبوا بعض، في عشاء افترقوا، في قصص كتير حلوة على أرض سوريا خرج نسلط الضوء عليها. خلينا نحكي حنين الياسمين هو أول أعمالك، 7 فصول بالكتاب، في شيء عم تحضري له؟ قديش في يمكن هيك خوف أو مسؤولية أو مشاعر مختلطة بالنسبة لك كونه أول عمل؟ للحقيقة كان الخوف كتير كبير. من يومين لما أطلقت الكتاب كان الخوف كتير كبير، لأنه هي بما أنه أول تجربة وما بعرف ردة فعل الشارع كيف بدها تكون كونه بالحرب وبالأزمة. بس الفكرة اللي شجعتني أكتر أنه نحن بأول 3 سنين من الحرب كان في تراجع لهالموضوع. هلأ بهالسنتين صار في كتير تزايد للقراءة من أول وجديد، رجعوا المقاهي والقراء والعالم اللي بتقرأ، المكتبات، الشوارع تعجب الكتب مثل قبل، فهذا اللي خلاني أنشر بهالوقت. نحن حابين نسمع شيء من الكتاب، يعني خاطرة تقري لنا إياها اليوم هي بتمستك أو بتحبيها أنت. عن دمشق، عن عشاق، اللي بدك إياه. هلأ في وحدة عن العشاق اسمها المعزوفة الإلهية. جلست على ألحاني المعزوفة الإلهية أناظر طيفك من بعيد، أترقب عينيك أن تأتيني كبعشق جديد. سرحت في فن تلك المعزوفة وسكرت على روائع ترانيم نغماتها. ليغمرني طيفك وكأنك ها هنا معي في هذه اللحظة. شعرت بيديك تلفني وأحرقتني وجنتي من قبلة كنت قد طبعتها من أيام عليها. لأستيقظ من سهوتي وسكرتي على صدى صوت أحبك. نطقها كل ما في جسدي، أضاءت السماء ببرق أحيا قلوب العشاق بحب دفين، وأشعل بقلبي شوقك الذي لم يهدأ مذ رأيتك لأول مرة. على أنغام المعزوفة الإلهية وفي قمة سكرتي على ترانيم ألحانها،
جلست في قمة شوقي وعاد شريط ذكرياتي لأول لحظة رأيتك بها ولأول كلمة قلتها لك، لأقضي ساعات أناظر السماء وأستمع لتلك المعزوفة وفي رأسي آلاف الذكريات عن هواك وآلاف التأملات لمستقبلي المرتسم فقط في عينيك. طيب خلينا نحكي ياسمين، نحن ببرنامج صباحنا غير دائما بنحاول نسلط الضوء على المواهب الشابة وندعمها. اليوم الكاتب الشاب السوري في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، شو اللي بيحتاجه للدعم يمكن إذا بدنا نحكي؟ أنتوا كشباب هلا للحقيقة أكثر شيء بيحتاجه هو التسهيلات بالمعاملات تبع النشر. يعني بتاخذ وقت طويل وما في داعي لكل هالوقت. يعني هلا انا تقريبا لحد ما قدرت اخذ الموافقه بقيت شهرين ونص حتى قدرت اخذ الموافقه بحجه مره القارئ مرضان، مره القارئ ما اجى على الاجتماع. فهذا الموضوع لازم نلاقي له حل، لانه بخلي الكاتب انه يمل. الشاب لما بده يروح ويجي يروح ويجي حيمل. انا صارت معي من 3 سنين كنت ناويه انشر، فانه كل مره تاجيل تاجيل تاجيل، قلت لهم خلص وقفوا. رجعت هلا من جديد رد لنفس العمل كان فهي هي الفكره، بس انه تسهيل معاملاته. بيروح على وزاره بينتقل لوزاره ثانيه، بيروح لقسم بينقلوه لقسم ثاني. هي المشكله اللي بتصير، تعاون يمكن لحتى يتم انتاج كتاب او التسهيلات اللي تكون مقدمه لكل الشباب من خلال اجتماعاتك اكيد مع الشباب السوري. اليوم شو بتحسي هي اكثر الامور يلي حابين انه هن يشوفوها بالكتب يلي عم يقروها، حابين انه تتسلط الضوء عليها؟ هلا من انه ناحيه بدك تتسلط الشباب السوري هو شو محتاج بهالوقت؟ هلا الشباب السوري اللي يعكس عنه يعني يحكي عنه. هلا اجمالا الروايات هي اللي صفيان عم تعكس على يعني على الرأي السوري يعني اللي تجذبي القارئ السوري. شو لازم يكون موجود ضمن كتابك خصوصا الواقعية؟ يمكن تمام، خصوصا في ضمن التكنولوجيا يمكن والسرعه والعصر اللي الحقيقة الواقعية. وهو هي موضوع التكنولوجيا كمان كان بخوف، انه انا هلا عم بنشر ورقي فالعالم كله رايحه للتكنولوجيا، انه PDF وملف وورد وهيك انه افضل. بس هلا بما انه راجعين رد للورقي ان شاء الله انه عم يرجع للورقي، فهلا اللي كثير قاعد عم يشدهم الواقعيه بالموضوع. في ردة فعل يمكن نور عن جد عم نشوفها للشباب السوري باتجاه الورقي، وخصيصا بالفعاليات الشبابية يلي عم تدعي للقراءة والجمعيات الثقافية يلي هلأ نشطت، لأنه دور الثقافة كتير مهم بوقتنا الحالي. شو بتحسي دور الثقافة والمثقف السوري والكاتب السوري لحتى نقوم من هاي يعني الألم والوجع يلي نحن فيه من هاي الحرب يلي عشناها وآثار الحرب علينا؟ هلا ما حقلك زيادة الندوات الثقافية لأنه كله مل من الندوات، بس فيكي معارض الكتب، معارض الكتب اللي قاعدة عم تزيد هلا، رجعوا يعملوها من أول وجديد، تكون الكتب بمتناول جميع الفئات من المجتمع، هذا المفروض يكون. طيب ياسمين بختام حديثنا اليوم، شو بعد حنين الياسمين؟ فينا نقول في تجربة جديدة، في مشروع جديد مخبى، في مشروع جديد، في كتاب خواطر جديد قريبا جدا ممكن نشوفه، مو قريبا جدا بس قريبا. نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق ياسمين، وان شاء الله كتابك بيلقى صدى اللي انت متمناه انه يلقى بالشارع السوري. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا اليوم لكم. ياسمين الأدلبي شكرا لوجودك معنا، الكاتبة الشابة السورية شكرا كثير. شكرا لك.